اهلا بكم من جديد مشاهدينا، ما زلتم معنا على المباشر في حصه استوديو الخضر في انتظار الربط الاتصال بالزميل معاذ نمرودي المتواجد بالعاصمه المصريه القاهره. حفيظ صعوبات والعراقيل التي ممكن ان تكون لرجال الاعلام في هذا العرس الكروي في هذا الحدث، خاصه للقنوات الخاصه اللي تنقلت الى مصر لتغطيه هذا الحدث وعدم امتلاكها يعني لحقوق وامور اخرى. ايه هو على كل حال سي لي ريغل دي جو، على بالك باللي فيها المنافسات الكبيره، كاين اللي عندهم الحقوق كاين اللي ما عندهمش الحقوق، ولكن في الكاف تقريبا هما يزون كالكي لو سيستيم تاع لا فيفا تاع لا كوب دي مون. لما يكون ما عندكش حقوق يعني عندك فقط تدريبات تاع الفريق والوقت ثاني، لا محدود الوقت، لا خلاص محدود الوقت وباستشارة المدربين، يعني لا. يعني الاتحاد الافريقي ما يقدرش يفرض على المدربين انهم يفتحوا، هما يحطوا مثلا بلي ترينينغ اوبن 15 دقيقة وتخرج مع التصريحات. بقات قضية لي كونفيرونس دو بريس ممنوع، لي زون ميست في بعض الأحيان ممنوع، الكلام مع اللاعبين ممنوع، الدخول إلى الفندق غرفة ممنوع يعني كل، يعني في الحقيقة من الصعب جدا أنه قناة اللي ما عندهاش الحقوق تعمل في الظروف دي، مستحيل. واللي يحكموا حفيظ مستحيل، يعني حنا صارت لنا في 2013 كنا نديروا في حوار في الباركينغ تاع الستاد ماشي في الستاد، يعني حبوا ينحيونا لي باج كشفوكم تسمى. لا حنا لا، انا الاول ما كنتش على بالي بلي في الباركينغ ممنوع. تاخذ خارج في الباركينغ، خارج راني في باركينغ. المباراه انتهت وكل شيء، كنا نديروا في حوار مع اللاعب خالد الموشيه في 2013 نعم جنوب افريقيا. يعني حبوا يحطونا في القائمه السوداء، هما عندهم قائمه سوداء كانوا فيها مجموعه من الجزائريين اللي وراوا الصور الممنوعه وكل شيء. الان باش نقول لك بلي قناه خاصه من الصعب عليها انها تعمل في كاس امم افريقيا. نعم، وزميل معاذ نمرودي لابد ان يكون قابل شويه باش لازم يدرب لي ما نخافوش عليه. على كل حال ايوا يقدر لها ان شاء الله يكون يعرف لها كيفاش يتسرسل. ما يحكموش برك خاطر كما قال لك يديروك القائمه السوداء، صحيح بلاك ليستيوك ديريكتوم. لا هو لو كان ترتكب خطا يعني ينحولك الباج سور بلاس ومن بعد يحطوك في القائمه السوداء، ولكن في السور بلاس ينحوا لك الباج. السور بلاس ديجا يقطعك ما تجيش تدخل. وصرات يعني صرات في عده حالات انه سحبوا البطاقه من صحفيين، لانه كاين صحفيين مثلا حاولوا يدخلوا لغرف الملابس، كاين صحفيين حبوا يدخلوا الفندق كاين اللي يروحوا حتى الغرف تاع لانه الباج تاع الصحفي فيه المنطقة اللي يكون فيها مخصصة له، منطقة تلقى ثلاثة ولا خمسة ولا كي تلقى الجماعة تاع الكاف تلقى عنده مثلا اول ارياس، يعني في اول ارياس تلقى لي زيسباس كل زيسباس. انت ما عندكش صحافي عندك مثلا الملعب ولا عندك هذو اللي يسمح فيه يبانوا ولا يجوا سي دي كوميسار كاف لابسين لباس خاص وعندهم الاشارة تاعهم هنا هما اللي يعزوا. نروحوا مع معاذ مرودي. قولوا المعاذ معنا. معاذ مساء الخير. معاذ مرودي مساء الخير زميلي سمير لك ولضيوفك الكرام. نعم معاد، اولا الحمد لله على سلامتك. كيف هي الاجواء في الشوارع المصريه قبل يومين عن انطلاق هذا العرس الكروي الكبير؟ هل هناك استجواب يعني من طرف الجمهور والشارع الرياضي المصري بهذا الحدث؟ نعم زميلي سمير، فيما يخص الشوارع المصريه هي كلها مزينه برايات البلدان الافريقيه التي ستشارك في نهائيات كاس امم افريقيا، والتي تعد هذه الطبعة الأولى من التي ستعرف مشاركة 24 منتخبا. كل الجمهور المصري يرحب بأشقائه، حتى نقول أشقائه من كافة أطياف المجتمع، من سكان القارات السمراء. نعم معاذ، فيما يخص الاستقبال اللي داروا يعني الجمهور او الشارع الرياضي المصري للجمهور الجزائري الذي تنقل الى مصر، هنقولوا طويت صفحه ام درمان، خاصه وانه الكل يعرف تلك العلاقه بين المصريين والجزائريين. هي اولا نقطه اود ان اشير لها، بما ان الجمهور المصري هو السباق لهذه المبادره، حيث يقول بانه وجب طيوا تلك الصفحة، وجب فتح صفحة جديدة اليوم في العلاقة بين الجمهور الجزائري والجمهور المصري. كما أن الجمهور الجزائري وبمجرد حلوله بمطار القاهرة والتي بدأ في التوافد عليها منذ أيام، وكذلك اليوم كان الجمهور الجزائري حاضر وحط الرحال على متن طائرة الخطوط الجوية الجزائرية بمطار القاهرة
الدولي، الجمهور المصري استحضر الذكريات، استحضر التنافس الكبير، التنافس في إطاره الرياضي بين الجمهور الجزائري، بين المنتخبين الجزائري والمصري، ولا يخرج عن إطاره الرياضي، والمنافسة ستكون فوق المستطيل الأخضر. كما أن الجمهور المصري الأغلبية منه ربما ستتفاجأ ويتفاجأ ضيوفك الكرام وحتى الجمهور الجزائري بأنهم يرشحون الجزائر فوق العادة لتتويج هذا الموسم بكأس أمم إفريقيا، بما لا هم يقولون بأن بالماضي أعاد الروح لهذه الكتيبة، وبما أن تواجد رياض محرز تواجد تشكيل اليوم قادرة على الفوز بهذه الكأس. نعم معاد، فيما يخص المنتخب الوطني وأنت اللي كنت متواجد يعني منذ ساعات فقط بالقرب من ملعب بيتروسبور الذي احتضن الحصة التدريبية الأولى لأشبال الناخب الوطني جمال بالماضي، والتي كانت بعيدة عن أعين الجمهور وأيضا عن رجال الإعلام، هل هناك أصداء يعني من داخل أسوار ملعب بيتروسبور؟ هي الحصة التدريبية جرت في هدوء بمشاركة جميع اللاعبين بعد استئناف خاصة أدم الناس الذي كان مصابا وعاد للتدريبات بالدوحة. الحصة التدريبية كانت بعيدة عن أعين رجال الإعلام، وفضل جمال بالماضي أن تكون مغلقة على أن يفتح الحصة التدريبية ليوم غد لمدة ربع ساعة في بدايتها مع تنظيم منطقة مختلطة بين رجال الإعلام واللاعبين من أجل معرفة رد فعل اللاعبين خاصة بعد التربص الذي جرى في قطر، ومدى استعداد اللاعبون لهذه النهائيات التي عول عليهم الجمهور الجزائري كثيرا. نعم، فيما يخص الأجواء التي تسود فندق الذي يقيم فيها وفد المنتخب الوطني، يقول أنه هناك تعزيزات أمنية مشددة من قبل المنظمين لهذا العرس الإفريقي. هي التعزيزات الأمنية المشددة ليست خاصة بالنسبة للجمهور المنتخب الوطني الجزائري، تعزيزات أمنية منتظرة على كافة إقامات المنتخب المشاركة. نعم. الفندق الذي يقيم فيه المنتخب الوطني الجزائري كامبينسكي هو فندق يقع في منطقة التجمع الخامس. هذا الفندق هو أرقى فندق في مصر. نعم. هو فندق من 7 نجوم، هو الأفضل في مصر، لذلك كل ظروف الراحة متاحة أمام المنتخب الوطني الجزائري من أجل التركيز على نهاية كأس أمم أفريقيا، من أجل التركيز على المباريات، ولما لا تحقيق النتائج إيجابية في هذا الدور الأول والمرور بعد ذلك إلى الدور الثمن النهائي لن تفتح الشهية بإذن الله، والمرور لأدوار متقدمة. فيما يخص درجة الحرارة معاد، هل كيف هي هناك يعني وأنت اللي كنت بالجزائر واليوم بمصر، هل رطوبة أم درجة حرارة فقط يعني؟ هي درجة حرارة مرتفعة فيما يخص الرطوبة، ليس هنالك رطوبة مرتفعة بما أن القاهرة لا يتواجد فيها البحر، وأنت تعرف أن المناطق أن مثل هذه المناطق التي لا يوجد فيها البحر لا تكون فيها رطوبة مرتفعة، ولو أن مقارنة بالجزائر نسبة رطوبة مرتفعة، نسبة حرارة درجة الحرارة مرتفعة حيث قاربت 40 اليوم. أما في الليل أو ربما في المساء فإن المنتخب الوطني أجرى حصته التدريبية في تمام الساعة 7 بتوقيت المحلي، الساعة 6 مساء بتوقيت الجزائري. الأجواء المناخية كانت جيدة حيث تدرب اللاعبون بكل أريحية. نعم معاد، نصر بوش سؤال ما عندكش؟ معاد لحقت بيع معاد زي ما كنقول له. لا الحمد لله نصر، الحمد لله شكرا. ما راكش لابس القميص تاع الفريق الوطني؟ أكيد أنا لابس القميص المنتخب الوطني الجزائري حيث عملت قبل قليل مع الجمهور، سواء الجمهور الجزائري حتى الجمهور المصري، ولقيت كل الترحاب من قبل الجمهور المصري الذي كما قلت أنه لا نقول يتمنى وإنما يتنبأ بقدرة المنتخب الوطني الجزائري على التتويج بالكأس. معاد كيفاش كان كيشري لومبيوس اسكو خلاص دخلنا راه بدات لا كوب دافريك لما لحقت كيش حسيت الاجواء في القاهره؟ بمجرد نزول في مطار القاهره الدولي، حيث كان حتى الاجراءات الخاصه، كان هناك مركز اعلامي خاص بالصحفيين الذين قدموا الى مصر من اجل تغطيه نهائيه كاس امم افريقيا، تدخل مباشره في اجواء الكان، الشوارع كلها مزينه كما قلت بالاعلام، كل الرموز، كل التعويذه نهائيه الخاصه بنهايه كاس امم افريقيا تزين الشوارع،
يزين الشوارع هنا في القاهرة، خاصة الشوارع الكبرى. نعم معاد، نتمنى لك إن شاء الله كل التوفيق، وللمصور فيصل عساس، وأيضا لمهدي ضحاك، وكل الجمهور الجزائري المتواجد بالعاصمة المصرية القاهرة. إن شاء الله في أعداد أخرى تزودنا بأكثر التفاصيل، خاصة في الحصة التدريبية لنهار الغد التي تكون مفتوحة أمام رجال الإعلام، وانتظار أيضا كواليس أخرى بالشوارع المصرية إن شاء الله. زميلي سمير، وكما أود نقطة فقط أشير إليها زميلي سمير، أن رئيس الاتحاد الإفريقي غدا أحمد سيعقد ندوة صحفية هناك باستاد القاهرة الدولي بقاعة المؤتمرات، حيث سيعقدها في تمام الساعة 11 هنا بالتوقيت المحلي، الساعة 10 صباحا بالتوقيت الجزائري. أحمد سيكون مطالبا بالإجابة عن العديد من الأسئلة التي ستكون محرجة، وهو مطالب بالإجابة عليها، خاصة بعد الفضائح التي تولت مؤخرا والتي هزت بيت الكاف. من المنتظر أن يتم التطرق أيضا إلى قضية الحكم عبيد شارف الذي أقصي من نهائية كأس أمم إفريقيا، وهو الوحيد ربما من المقصرين الذين لم يتم العفو عنهم بعد العفو عن الحكم المصري مؤخرا، والذي عاد وسيدير مباريات نهائية كأس أمم إفريقيا. نعم شكرا معاد نمرودي، حظ موفق لك. نعم رفيق بالجماعة إن شاء الله. حفيظ، يعني تقريبا نفس النقطة اللي تحدثنا عنها منذ قليل فيما يخص أحمد، نبدأ بالأخير، يعني مما قاله معاد نمرودي في آخر كلامه هو الندوة الصحفية التي ستكون لرئيس الكاف أحمد الذي سيكون في فم المدفع إن صح التعبير للإجابة عن أسئلة ستكون محرجة جدا. إيه هو تقريبا هو أول مرة راح يواجه الصحفيين، يعني منذ انتخابه ما كانش عنده تصريحات. مش من الصحفيين هذه المرة، يعني تقريبا هو المونديال راه يكون لا هو في مهرجان كروي يعني لا يجوا صحفيين، يعني شوف ما تنساش بالبطولة الإفريقية متابعة كثيرا من الصحافة الأوروبية وخاصة الفرنسية والبلجيكية اللي تابعوا كثير، يعني الفرنكوفوني صحفيين كبار يجوا تما وعندهم ملفات، يعني عندهم معلومات كبيرة على الاتحاد الإفريقي، ونظن باللي هو غدوة راح يواجه أسئلة متعلقة بالفساد، ربما أول اختبار وأصعب اختبار له، متعلقة بالفساد، متعلقة بالعقود اللي وقعت فيها مشاكل تاع الكاف، متعلقة بالبطولات بالمنح، عنده ملفات شخصية، يعني نظن باللي تكون أسئلة كثيرة. أنا ما نظنش حفيد باللي يقدر يكون حرج، يعني ما عندي تهرب تهرب من الإجابة. تهرب أكيد، يعني يطرح عليه أسئلة اللي راح تخليه دوزي بوزيسيون ما يقدرش يرد. لا هو 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 باش تعرفوا، يعني هو قوي في التهرب من قوي قوي كثير ومستوى عالي هو في الحقيقة، مستوى عالي. كان وزير ما تنساش، كان وزير وإنسان يعني ولكن كان ديفيد اللي فيه اللي صراو كاين، ولكن انا شفنا مثلا هذه قضيه التوقيف في فرنسا وبعد ظهرت باللي ماهيش حاجه كبيره، يعني ولكن كاين مشاكل اخرى، مشاكل داخل الكاف تاع الفيما كاين. لا صحيح سيفيري، المشاكل داخل الكاف كان تسريب كاين مشاكل داخليه. شوف قضيه الامين العام، قضيه الكامرون، قضية غينيا، خاصة الكامرون، خاصة قضية ما تنساش باللي كان انتخابات، كان انتخاب تجديد أعضاء المكتب التنفيذي في أثناء البطولة الإفريقية، كان عدة مشاكل اللي راح تكون الجزائر. لا من بعد ما يقدرش يسحبوا منه الثقة، لأن قوانين الكاف يعني قوانين تقريبا مضبوطة على الرئيس. نعم. يعني الرؤساء اللي جازوا في الاتحاد الافريقي لكرة القدم يعني غلقوا تقريبا المنافذ، يعني من الصعب انك تسمح لحياته. ايه شوف يعني. مثلا انت ما تقدرش تغير مقر الكاف مثلا، صح في مصر على بالك باش تغير مقر الكاف لازمك ثلثي الاصوات، يعني 54 مقسومة على 3 مضروبة في 2، يعني باش تجمع انت كل اصوات هذيك يعني تقريبا مستحيل، يعني من الصعب جدا. ولكن نظن باللي راح يوجد حتى بالك معارضة حتى من داخل الاتحاد الافريقي. نعم فيما يخص المنتخب الوطني، نصر بويش حاج عدلان اللي اجرى اول حصه تدريبيه اليوم بملعب بيتروسبور، يعني حصه مغلوقه، معاد تحدث انه الكواليس تقول انه الاصداء عفوا تقول انه كل العناصر الوطنيه يعني تدربت بصفه عاديه. الحمد لله، نظن انه احنا كنا نتمنوا هذه الاشياء الايجابيه، انه كل لاعبين قدموا الناس اللي عاد للتدريب. قلت لك احنا وتكلمنا امس
لان حنا اليوم رانا في لاكان، رانا في المنافسه، رانا دون لا كومبيتيسيون ذهنيا سورتو. نظن انه كل الاشياء حتى تكلم على الفندق انه في فندق أحسن من احسن فنادق في مصر ولا في القاهره، هذا حتى ولو ما لازمش نهضروا على حتى في الفيدراليه اللي مرت من قبل ان كانت امور تمشي فولوديرا يا ان كونتينيتي وين اللاعبين سون دون ان لوكس دونك نضمن انه toutes les conditions sont réunies باش اليوم رجوع الى الميدان بعد الرحله بعد تكون استرخائيه بعد ما كانت استرخائيه بعد ما خرجوا تقريبا ديكراساج تقريبا خرجوا من ذاك الستاج اللي داروه الكبير اللي هو يكون مفتاح ان شاء الله لبدايه كاس افريقيا. اليوم دخلوا في انتيرا اللي ما يعرفوش اللي راح ريكونيسونس والله يتعرفوا على الارضيه ويتعرفوا على يعني الجهه اللي راح يدربوا فيها يوميا. نعم نضرب اللي حاجه من اللي حقيقه كما قال ناصر سيك تو لو موند دي بريزون لي فيس اوفر الحمد لله بعد نهاية الطرابلس الكبير وفوز ضد المالي. نضرب اللي كل اللاعبين راهم جاهزين يعني 100%، وهذا بشار الخير ان شاء الله بور الديبي دو لا كومبيتيسيون. نتمنوا ان شاء الله ما يكونوش اصابات خاصه في هاد لا لين دروات اللي راح نلعب، باسكو راح تبدا راح نبداو لي ماتش وبكره حتكون اوبن ترينينغ كيما اوبن ترينينغ اربع ساعات دوك على بالك لي سيونس تاعهم سي سيتوديا نضرب اللي ماش حيكونوا يكونوا دي فورس سي دي ريغلاج سي دي ميزون بلاس تاريخ تلعب بالك يكون طرافاي سبيسيفيك سيتياسيون ستاندار فوالا لي ديفونسور لي ميلو تيران ولي زاتاكون تكون ساعة ونص ماكسيموم اي بي بور بريباري باسكو الماتش ماشي بعيد دون 3-4 جور. نظن بلي حتى هما ما ياخذوش ريسك باش يديروا دي سيونس يعني كبار باش يتفاداو يعني الاصابات اللي ان شاء الله ما يكونوش عند اللاعبين تاعنا ان شاء الله. ناصر بويش منتخب كينيا المنافس يعني الاول الجزائر في اول مباراه وفي نهايه الكان ايضا وصل نفس تقريبا في نفس اليوم مع المنتخب الجزائري خاض اول حصه تدريبيه له ايضا هو ايضا دخل يعني في اجواء المنافسه تزامن حضور يعني قدوم المنتخب الكيني ومنتخب الجزائري لمصر. شوف اليوم نفس المخطط وهو المنتخب اللي اسمح لي ناصر اللي دار تربص تاعو يعني في فرنسا ولعب مواجهتين وديتين لا لعب ضد مدغشقر ولعب ضد فريق ريبوبليك ديمقراطيك دي كونغو الار دي سي. اليوم نظن انه كره القدم تما طورت لا طورت سي لي ميم بروغرام تقريبا من التربص من التدريبات من لا بريباراسيون حتى اللقاء سا سو جوغا سور دي ديتاي باش تو كيفاش لانه كل اشياء بوكو دو سيميليتود لي بروغرام تقريبا نفس التعداد نفس التدريبات. من بعد علاش نقولوا اليوم كره القدم سي لو مونطال لازم هذاك اليوم اللقاء يوم اللقاء كيفاش تكون جاهز انت اذا كنت جاهز ذهنيا بيان اون بلاس كما البارح قصرنا مع سليم لو بلوك ايكيب سورتو يكون بيان اون بلاس نظن انه ما كاش وسا سو جورا سور دي ديتاي لانه اليوم ما نقدر اسمح لي الحاج ما نقدروش نديرو نقارنو زعما فريق لحقنا حقيقه يلحقنا كاين منتخب حساب هو ثاني يدير كميه حساب ونشوف منتخب كبير ناصر بوش منتخب كينيا يدير حسابات للجزائر ويشوف فيك منتخب كبير كيما انت تشوف في السنغال كيما تشوف في منتخبات واحده اخرى لا هو لا ديفيرونس صرا لا صادير هو حيدخل افيك ان موتيفاسيون بخوف منك دونك هذاك الخوف يقدر يولي بوزيتيف اللي هو تما يا بليس دونغاجمون يتضارب على كل الكرات كسوا في الدفاع وسط الميدان وين هذا الفريق راح يلعب افيك ان بلوك با اي فوا بلوس ايسيي دو ديفوندر دونك تكون هذيك الاراده هذيك انت نتاع عليك قلنا الامس انا تكون باسيون لازم تكون ما تقلقش تلعب الكره تاعك كل شيء من بعد يجي شوف تحضير سمير سي بيان دو ديتيدي التحضير تاعك للمنافسه كبيره كيما هذه نصر يفولي دير جون شان انا كاين اللي بالك يروح المقر تاعو سمانه من قبل 10 ايام وكان اللي يروح يومين ثلاث ايام قبل صافي با دير باللي راه 10 ايام واللي عنده البورسونتاج دو ريوسيت اللي راح يربح الماتش كاين اللي راه 2 3 جور قبل الماتش يكون بيان بريباري سي بلو مونتال فيزيك يلحق يدخل المباراه يقضي عليك. بالنسبه لكينيا انا قريت من قبل لونسيان اونترينور ولا سيليكسيونور تاعهم بدات في الحرب الاعلاميه هذيك قال لهم حنا رايحين نربحوا الفريق الجزائري ونديروا ماتش مع التونزاني ومن بعد حنا اللي نجوزوا السينيغال قبل السينيغال الجزائر واش يديروا
هنا اللي كما قال لك نصر سيتي موتيفاسيون تقدر تكون ايجابيه كما تقدر تكون سلبيه سي سي, سي ان جوار دلا يدخلهم في الدوتي يوري لهم باللي حنايا سوبيريور عليهم خير لكم في كل جانب راح نكون منافس ماني ما راحش نكون هما سهل هي هما هذا هو الوسائل اللي يقدروا يتعاملوا بها ما كاش حاجه اخرى يلعبوا لنا كره قدم نربحوهم صح حفيد تفضل شوف هذا الكلام اللي تقال قبل البطوله يعني عشناه ما شفنا مثلا مدرب في 2017 مدرب تاع تلعب ضد المنتخب الجزائري شاب زيمبابوي ولا قالهم باللي زيمبابوي اللي تاخذ كاس افريقيا صح ولكن خرج في الدور الاول صح هذا كلام يقال يعني ولكن الان الحرب النفسيه لونجو لا لونجو تبدل في البطوله هذه ما تنساش باللي تتاهلوا ثلاثه من ربعه يتاهلوا ثلاثه في المجموعه يقدروا يتاهلوا ثلاثه يعني لي 4 ميور اي بيان سور لي 4 ميور 3 يعني دوك المنتخب الجزائري هذا اذا كان ما قدرش يكون من 12 الاولانيين يعني كاين مشكل اي كاين مشكل ما تقدرش تروح بعيد بابوسي يعني نظن باللي هذه قضيه بريمير ودوزيام وتروزيام هذه انا قلت لك لما رفعوا العدد بثمانيه منتخبات يعني المجموعه ضعفت الان كان اول دليل على ذلك انه ثلاث منتخبات اهلوا لاول مره صح مداغاشار موريتانيا وبولندي بولندي وانا ما نكذبش عليك انا شفت مباراه بولندي تونس يعني استغربت يعني فريق يعني جيد يعني تحير كيفاش هذا الفريق ما لعبش قبل كاس افريقيا ولكن طاحت جينيراسيون دي مليحه لا لا حفيد انا قال شفت اللقاء انا باش نقول لك برك باش نحيد لك ثواني برك من كلامك اليوم قلت لك المنتخبات هذه انا سمعت تصريحات في كل مره تاع اليو سيسي الناخب السنغال تكلم كلام لما تشوف هذه الفرق انا شفت زامبيا حتى ولو ما تاهلوش وشفت البيراندي يلعبوا وشفت بعد الفرق تنزانيا ضد مصر لعبوا غيني لا تنزانيا نظن انه سي فريك هذه المنتخبات اليوم سون تري ديسيبليني ما ياخذش كاع راهو جوست يلعب بلا ضغط لا راهو في بلاصتو عنده يقدر واش يكون عنده زياده عليك الامباكت فيزيك باسكو راهو سير بلاص يسناك الي لا دون دونك كما قلت اليوم كره القدم تغيرت ولكن لي ستاتستيك تاع الكاس الافريقي للامم يبينوا لك باللي انه المنتخبات المعروفه هي اللي تبقى مع الاخر منذ تقريبا 15 سنه ما شفناش مفاجاه في النهائي لكن حفيظ ما شفناش مفاجاه في النصف النهائي قليل يعني صح. المنتخبات المعروفه اللي معروفه بقوه الكره الافريقيه معروفه كان 3 بالي يكونوا في الرباعي يعني البالي الاولاني معروف مصر الكاميرون نيجيريا كوت ديفوار الجزائر المغرب غانا يعني ومن بعد يجي تحت السنغال مالي ديموكراتيك دي كونغو الديسي فهمتني هذا لا بيراميد هذه محترمه لحد الان المفاجات نظن المفاجات ربما تكون في مجموعه في اثنين ولكن في نهايه الامر ستجد انه ثمانيه المنتخبات القويه هي اللي تمر لكن الجزائر يدخل الفيكيو يدخل الخبرات مهم جدا الحاج بارابور هذه المجموعات تاع كما قال هذا اكزاكتلي اليوم ربما ابار لو سينيغال اللي يقدر يكون في هذا لا ماشي مرشح يكون في هذه القائمه هذه تاع سمير السنغال هذا يكثر عليه الكلام ولكن عمره ما عمل نتائج يقدر يكون قلت لك يقدر يكون ربما الجزائر ايضا صعيبه ديما ديماراج تاعها لا 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 لا, لا لا الجزائر لعبت مرتين الدور النهائي لعبت نصف النهائي السنغال دائما الكلام عليه ولكن عمره لعب مره مباراه نهائيه لما كان عنده الفريق الكبير تاع كاس العالم 2002 فقط غير ذلك السنغال حفيد المشكل تاع هذا تاع القرص السمراء اللي تحت هاد الفرق هادوما لما تتكلم عليهم كثير تحب انا كانت عندي تجربه في زمان ضد مع الفريق الغاني اللي كان عنده بليات دو جور الفريق الغاني اكزاكت معروف حتى ولو كنا احنا كجزائر نلعبوا معاهم المرشح هو غانا اشاك فوا نربحوهم ربما ربحونا خطره ولا زوج بصح جينيرالمون نربحوهم علاش لانه هو كي يكون تعطي له قيمه كبيره يخرج من يسو ديكونسونتر اللاعب هذا الاصل اليوم يسو ديكونسونتر المجموعه ككل انا اسو ديكونسونتر انا اخر لقب لهم كان في 82 يعني بعد ذلك في ليبيا بعد ذلك لعبوا نهائي ولعبوا نهائيين وكل شيء ولكن ما فازوش لا وفازوا علينا في النصف النهائي في 82 درت على الفريق الوطني الجزائري نعم في 84 فزنا عليهم انا وقع لهم مشكل الان في السنوات الأخيرة في العشر سنوات الأخيرة مع المشكل تاع الشباب يعني الفريق المنتخب الغاني لم يعد
المنتخب خزان. القوي بالشباب هذا كان يفوز. لا هو الفرصه تاعو الشباب يفوز بكؤوس العالم يلحق الى مستوى عالي في الان. انتهى الامر تكلمنا السنغال سي بريك. لما تشوف السنغال قبل بدايه المنافسات يكونوا مرشحين يعني من الاولين باش يروحوا يخرج في الدور الاول يعني في 10 فترات تقريبا يخرج في الدور الاول ما يفوتش الدور الاول. السنغال السنغال المشكل تاع السنغال انه في كل مره عنده هما عباك سنغاليين يلعبوا كثير في فرنسا عنده نجوم ولكن ما عندوش فريق صح. ان جامي ان بلوك ابار تاع 2002 اللي راحت له فرصه الفوز انه لعب النهائي مع الكاميرون لسوء الحظ. حتى لكم ديمون دي راه من اروع ما يكون. اي سوء الحظ انه لعب مع الكاميرون يعني ربما لو كان لعب مع فريق كان يدي كاس السنغال ولكن حتى الكاميرون كانوا ذاك الوقت ولكن عمره ما دار نتيجه لحد الان. فايد انا شفت سمح لي باك نقعدوا في المنتخبات كاين فريق ما تكلموش عليه كثير وشتو يلعب انا مرتين او ثلاث مرات في التحضيرات فريق تونسي اللي عنده مجموعه تاع الدوره. لما تشوف الفريق يلعب مجموعه تاع الدوره ماشي باش عندهم من فوتبول اللي ما تقدرش تفهمه. الفريق التونسي عنده نفس المشكل تاع السنغال نفس لا ميم كونفيغوراسيون عنده لاعبين ما عندوش فريق تونسي كل مره فريق تونسي مرشح فريق تونسي مرشح فريق تونسي. شفناه في مثلا في الجابون فاز على الجزائر فاز على الجزائر ولكن خسر مع السنغال وما دخلش في الدور الثاني مع بوركينا فاسو جنوب افريقيا. لا بصح مجموعه هذه شوف المباراه الاخرانيه حفيد مش عارف واش تلاقيت بها كونتر لا كرواسي في كرواتيا دير مباراه يعني في قمه نضرب اللي دوك اللي شوازيو اللي ماتش تاعهم انا ما نعتمدش كثير على المباراه كل خطره يديروا هذه الماتش لانه ما قياس نضرب اللي مقياس لانه النتيجه فيها ما تمتش المردود النتيجه المردود. انا نظن على حسب ما شفت المنتخب التونسي تاع 2019 افضل من منتخب تونس تاع 2017 رغم انه كثير من اللاعبين موجودين. تنتظر تالق عربي تنتظر تالق عربي في الدوره مسار الجزائر. عندي ثقه في الجزائر وتونس المغرب ومصر. انا سيكون نهائي عربي ان شاء الله. سيكون دوكا مصر الجزائر مصر المغرب لان يفولو دير المنتخب المصري حتى ولو انا شفتو ضد تنزانيا ضد غينيا ماشي الفريق حتى ولو كي تخلى صلاح ربما زاد هذاك لو بلوس. شوف مثلا النصر الفريق المغربي خسر زوج مباريات ولا على ارض صح تشوف الاداء المقابله باش تشوف انا كيف الفرق العربيه كما قلت تاع المغرب العربي ولا العربيه بصفه عامه المشاكل الداخليه كي الفريق المغربي كان عايش مشاكل داخليه في المجموعه لو شوا دي جوار لا وكان سوء تفاهم بين بعض اللاعبين يدير شيء ولكن شوف انا نقول لك المنتخب المغربي سمير في الفريق هذا حاليا اللي رايح لمصر يعني هم ارتكبوا اخطاء قبل ارتكبوا اخطاء لانهم تخلوا عن بعض اللاعبين الان بوصوفة عاود بالله مهدي بن عطيه عاود بالله المرابط عاود بالله زياش تاع هولندا معروف تاع أجاكس امستردام يونس بالهند عاود رجع يعني تقريبا عندهم 6 و7 لاعبين اللي عندهم تقريبا الان 8 سنوات في المنتخب الوطني. دون هذه عندي فرصه لهم. نعم وبهذا نكتفي الحاج عدلان. رشيد يعيط على الوقت. رشيد عندك معليش رشيد انا معك رشيد. نعم حفيظ الله كنا جيت سعداء بالحضور معنا ان شاء الله اتمنى لك سفريه يعني تروح بخير وتجي بخير رفقه الجماعه ان شاء الله. حفيظ شغل لا رفيق بصح هم بلي في احصائيات ولا اخر وكذا. ان شاء الله هو نصر بويش حاج عدلان تلاقاو ان شاء الله غدوه ان شاء الله في حصه أخيرا يعني قبل تنقل إلى بلاطو آخر وإلى حصة أخرى. بهذا نختم مشاهدينا. شكرا إلى كل المتابعين. شكرا لكل الزملاء الصاهرين معنا في هذا البث المباشر. السلام عليكم.